كتاب هو إصدار جديد ليا، يعني تاني الكتاب اللي صابته اليوم. هذا الكتاب هذا كنتحدث على التاريخ ديال المغرب، القصص الصغيرة والكبيرة من تاريخ المغرب، اللي كيحكي قصص تاريخية على رجال ونساء اللي بنوا الحضارة المغربية عبر العصور. هو كتاب متكون من جزء أجزاء، وتم إصدار الجزء الأول اليوم، والجزء الثاني غادي يخرج عما قريب. واللي كنبغي نحكي فيه أنا هو أنه الحضارة المغربية ولا بدا أنه نقراوها، ولا بدا ندوزوها حتى لولادنا والجميع المغاربة اللي باغيين يتعرفوا كمقدمة لتاريخ ديال المغرب. أنا لست مؤرخا، ولكن أنا مهندس معماري وكنبغي البلاد ديالي، وكان درست بزاف ديال الكتب ديال التاريخ ديال المغرب، وبغيت نوصل هاد الحوايج هادو اللي لقيتهم في الكتب التاريخ باش نقول للمغاربة، لأنه خصهم يكونوا فخورين بالحضارة المغربية والتاريخ المغربي. وكنقول لهم يمشيو يدرسوا التاريخ، لأنه ماشي معقول أنه يكون عندنا 3000 سنة ديال التاريخ وما معروفاش بزاف وما مقرياش بالجزء الكافي في المدرسات، سواء العموميه ولا في المدرسه ديال الخواص. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. المغرب هو متحف مفتوح على الملا، فينما مشينا كنلقاو يعني اثار الحضاره المغربيه، كسات الحضاره الامازيغيه ولا العربيه ولا الاسلاميه ولا اليهوديه ولا الصحراويه. يعني المغرب كله فيه مآثر، يعني كتزخر بواحد الحضاره كبيره. وحنا مقبلين على يعني كاس العالم في 2030، خاصنا نخدموا على هذا الشيء باش نبلغوا هذه الرساله الثقافيه والتاريخيه للناس اللي غادي يجيو يزورونا، باش يعرفوا هذه الحضاره المغربيه والعمق ديالها التاريخي في شمال افريقيا.